ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة. أنت بتتكلم على اتنين من أقطاب الكرة الأفريقية، نهائي مكرر وإن كانت الطريقة مختلفة طبعا عن نهائي الموسم السابق، الأهلي والوداد بداية في القاهرة ثم العودة في الدار البيضاء. إزاي الأشقاء في المغرب بيبصوا اللقاء وإيه الاختلاف بين المواجهة السنة دي ومواجهة الموسم السابق؟ خلينا نرحب بواحد من نجوم الكرة المغربية، كابتن يونس منقاري نجم الوداد والمنتخب المغربي السابق وضيفنا في السادسة. بداية طبعا برحب بيك، أهلا وسهلا بيك على شاشة الأهلي وبرحب بيك في السادسة. مساء الخير الأستاذ أحمد سمير، وتنتمنى أننا نكونوا في المستوى في هذا اللقاء، وتنشكرك على هذا المجال اللي عطيتينا باش نتقربوا له عند الجمهور المصري وكذلك الجمهور العربي. شرفنا بمشاركتك معنا. وخليني في البداية أسألك، مواجهة خلينا نقول كلاكات تاني مرة، لأنه برضو في الموسم الأخير كان نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الأهلي والوداد، مع اختلاف الظروف تغير النظام وأصبح النهائي من مباراة ذهاب وعودة. إيه الاختلاف بين المواجهتين من وجهة نظرك، الأهلي والوداد في الموسم الماضي والوداد اللقاء المنتظر في نهائي دوري الأبطال السنة دي؟ بطبيعة الحال فالمقابلة النهائية ديال فريق الوداد وفريق الأهلي المصري فهي مقابلة اللي صعيبة، فبطبيعة الحال فكاين واحد الاختلاف كبير، فكل شيء تعرف المستوى ديال الفريق الأهلي هذا الموسم فهو مستوى اللي كبير كبير كبير، وتنظن بأن المستوى ديال الأهلي فهو كيتطور مع تطور ديال المقابلات وكذلك ديال المجموعة. اما بالنسبه للفريق الوداد البيضاوي فهو كيف تعرف الجميع ففيه متغيرات كثيره، فكيف تعرف لا الجمهور ديال الاهلي ولا الجمهور ديال فريق الوداد، فاربع مدربين اللي تعاقبوا على الفريق الوداد هذا الموسم، فتنظن بان هذه المساله ماشي هي سهله، فكل شيء تعرف بان كل مدرب فهو عنده طريقه والنهج التكتيكي ديالو، فتنتمنى ان هذه المقابله تكون بواحد المستوى الكبير اللي تشرف الكره المغربيه وكذلك المصريه والكره العربيه بصفه عامه. خليني اسالك بدايه، يمكن دي العلامه الاساسيه او نقطه علامه الاستفهام الاساسيه، ليه قام الوداد بتغيير هذا العدد الكبير من الاجهزه الفنيه في موسم واحد، على الرغم ان هم كلهم الحقيقه اسماء كبيره وليها خبره في الكره الافريقيه؟ اعتقد التونسي عبد الكريم النفطي تولى مسؤوليه، خوان كارلوس جاريدو في وقت من الاوقات، وصولا لسفين فاندر بروك طبعا المدير الفني البلجيكي الحالي. تنظن الصوره ديال فريق الوداد هذا الموسم فهي صوره ماشي جيده 100%، فكل شيء تعرف الضغط الجماهيري، فبالرغم من النتائج الايجابيه فما كاينش واحد الاقناع من الناحيه الفنيه، فتنظن بان لا المكتب المديري ولا الرئيس فهم ارتأوا انهم يغيروا هاد المدربين كاملين باش يمكن يعطيوا واحد الاضافه وكذلك واحد الثقه بالنسبه للجمهور ولا اللاعبين. فتنظن بعد الالتحاق ديال المدرب البلجيكي زفان فتنظن بان الفريق فهو تغير بشكل كبير، لا من الناحيه الفرديه ولا من الناحيه الجماعيه، فتنظن بانه كان تغيير اللي هو ايجابي، فكل شيء تعرف بان بعد الحلول ديال هذا المدرب فالحمد لله فالفريق الوداد الرياضي فما انهزمش في المقابلات، هذا يعني بان المدرب فهو تيشتغل بواحد الشكل جيد وكذلك تيشتغل لا من الناحيه الدفاعيه ولا من الناحيه الهجوميه. هل تعتقد انه فتره شهر تعتبر كافيه؟ طبعا يمكن انا كان ليا لقاء مع سفين فاندر بوك هنا في السادسه، كنا قابلناه بس في الوقت ده طبعا ما كانش بيتولى مسؤوليه الوداد، وكان واضح جدا من كلامنا معاه انه الراجل ملم بشكل عام بالكره الافريقيه وملم بشكل خاص بفريق النادي الاهلي وبنجوم النادي الاهلي ومواطن القوه فيه، لكن هل تعتقد ان شهر تعتبر فتره كافيه لمدير فني عشان يقدر يخوض بطولة نهائي بطولة مهمة بحجم الشامبيونز ليج في مواجهة عملاق قارة افريقيا النادي الاهلي؟ فتنظن بان كيف تكلمت يا استاذ احمد فتنظن بان شهر ماشي كافي، ولكن تنظن بان الخبرة ديال زمان فانه ما غاديش يديروا واحد التغييرات اللي كبيرة باش يمكن انه يلخبط الاوراق ديال الفريق ديال الوداد الرياضي، فكل شيء تعرف بان زمان انه اشتغل في المغرب اشتغل مع الجيش الملكي فعنده واحد القراءة واحد الصورة بالنسبه للاعبين ولا الفريق الوداد، وتنظن بان زفين فانه كان مستعد بالخبره ديالو وكذلك كان متبع الفريق، وتنظن بانه كان على علم انه غادي يلتحق بالفريق ديال الوداد الرياضي في وقت من الاوقات،
فبالنسبه لي فهو جاته فرصه اللي فرصه ذهبيه. كل شيء تعرف بان فريق الوداد الرياضي فهو في نصف النهايه ديال كاس العرش، وكذلك ثاني على بعد نقطه مع الجيش الملكي في البطوله، وكذلك انه احتل الربع النهائي نصف النهايه في كاس افريقيا للابطال. تنظن بانه عنده فرصه سانحه باش يكتب التاريخ ديالو وكذلك البالماريس ديالو انه يكون متوج بعدد من الالقاب مع فريق الوداد الرياضي. تفتكر ايه السيناريو اللي بيجهزه فان دن بروك لمواجهه الاهلي هنا في القاهره مباراه الذهاب؟ يعني وايه هي النتيجه اللي يسعى لتحقيقها الوداد المغربي في لقاء القاهره؟ فتنظن بان المقابله الحاسمه فغتكون في المدينه الطارده هذا بشكل عادي. فكل شيء تعرف بان القوه ديال فريق الوداد فهي في الجمهور ديالو وكذلك في الملعب ديالو. فتنظن بانه ما غاديش يكون من دافع وانه غادي يقلب باش يحقق واحد الانتصار، اكثر من انه يقلب انه يحافظ على النظافه ديال الشباك ديال فريق الوداد الرياضي. فتنظن بانهم هادو سيناريوهات كثيره انهم غادي يديرهم قدام المدرب البلجيكي فلان. فتنظن بان بالنسبه لي فهو عنده قراءه، كل شيء تعرف المدرسه البلجيكيه فهو مدربين اللي تيكونوا في المستوى الكبير. فنظن بانه تكون واحد القراءه جيده للفريق الاهلي، وكذلك ما غاديش يتفرع ولا غادي يدافع باش يمكن انه يعطي جميع الاوراق ديالو في المقابله. فنظن بان المقابله ديال الترويطة فهي اللي غادي تكون مقابله حاسمه في هذا النهائي اللي هو فريد من النوع ديالو، كذلك هو الثاني نهائي بين الاهلي وبين الوداد الرياضي. انت شايف انه مباراه العوده في الدار البيضاء تدي افضليه لفريق الوداد؟ بطبيعة الحال، فكل شيء تعرف بأن بالرغم من أن فريق الوداد الرياضي أنه تيكون في الأسوأ ديال الحالات ديالو، فهو تنتصر في الميدان ديالو، فهو راجع إلى القوة وكذلك ديال الجمهور، وخاصة فصيل الوينر اللي تيلعب واحد الدور اللي كبير، وكذلك اللاعبين فهم تيكونوا متحمسين بشكل كبير في مدينة الدار البيضاء. هذا ما تعنيش بأن المقابلة غادي تكون في مثال تكون سهلة، فهي صعبة. فللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي اللي عندهم واحد التجربه كبيره في المنافسات، وكذلك لاعبين اللي لعبوا مع المنتخب الوطني، فتنظن بان فريق الوداد الرياضي هذا الموسم فهو في هذا الشهر الاخير فهو في احسن الحالات ديالو، لا من الناحيه التكتيكيه ولا من الناحيه الفنيه وكذلك من الناحيه البدنيه. فتنظن بان المقابله غادي تلعب على جوج ديال الاشواط، شوط في مصر الشقيقه وكذلك شوط في مدينه الدار البيضاء اللي غيكون حاسم بشكل كبير. طيب تسمح لي اعرض عليك راي ميغيل جاموندي المدير الفني السابق لفريق الوداد وفريق سان داونز، كان ضيفي مكانك هنا في نفس البرنامج امبارح، كنت بتكلم معاه على المقابله، وطبعا هو يعني عارف بشكل كبير جدا حجم ومكانه الفرقتين، ودرب الوداد ودرب سان داونز ومدرك تماما لكل التفاصيل الخاصه بالنادي الاهلي. كان من رايه انه الوداد السنه دي نسخه اضعف بكتير من نسخه الوداد اللي قابلت الاهلي في نهائي دوري الابطال الموسم اللي فات، وشاف انه الفريق بيعاني من مشاكل كتير، وانه في كتير من اهم اللعيبه او نجوم الفريق ابتعدوا عن مستواهم لاسباب مختلفه. رايك في ده ايه، وهل بتتفق معاه ولا ليك وجهه نظر اخرى؟ بطبيعه الحال فكل موسم وعنده الخصوصيه ديالو وعنده المسائل الايجابيه والسلبيه. فبطبيعه الحال فمتفق مع الراي ديال جاموندي وكذلك المدرب ديال سان داونز. فتنظن بان بعض اللاعبين فهما ابتعدوا عن الفورمه، ولكن بالرغم من ان هناك ابتعاد عن الفورمه وكذلك عن الصوره الجيده، ففريق الوداد البيضاوي فهو تحقق انتصارات، فهذا هو اللي تم تنتشر ليه. فبالرغم ان الوداد ما تيكونش واحد المستوى من الناحيه الفنيه، فهو تحقق نتائج ايجابيه، وخير دليل المقابلات اللي جراهم مع سان داونز لا في مدينه الدار البيضاء ولا كذلك في جنوب افريقيا. فشفتي ان جوج صورات اللي مختلفين، صوره ديال الفريق اللي لعب في جنوب افريقيا بالرغم من انه لاعب خارج الميدان فحقق نتيجه ايجابيه بالرغم من القوه ديال سان داونز اللي كان هو من بين المرشحين انهم يفوزوا بهذه النسخه. في رايي يمكن دي تكون افضل مباراه اداها فريق الوداد في مشواره في بطوله افريقيا السنه دي، مش عارف لو ليك وجهه نظر
تانية ولا لا؟ بس هي بطبيعة الحال فلا فريق الوداد ولا فريق الأهلي فالمستوى ديالهم فهو تطور بشكل كبير مع تطور مع مرور المقابلات، فكل مقابلة ما تشبهش المقابلة، فالمقابلة النهائية فعندها طقوس ديالها، فعندها عاوتاني عوامل اللي تتحمس اللاعبين، فكل لاعبين تنظن بأن كاين بعض اللاعبين اللي ممكن أنهم يكون آخر موسم ديالهم مع فريق الوداد الرياضي، طيب فهم غادي يكونوا جاهدين باش يحققوا واحد النتيجة إيجابية باش ينهيوا المسار ديالهم مع فريق الوداد متوجين بكأس إفريقيا. طيب على مستوى السكواد كابتن يونس، ايه هي الغيابات اللي ممكن تكون مؤثرة في صفوف الوداد قبل مواجهة يوم الحد القادم، ومين اللاعبين اللي انت بتشوف ان هم ممكن يكونوا مفتاح نتيجة إيجابية لفريق الوداد في مواجهة القاهرة؟ فتنظن ما كانش من بعد المقابلة اللي جراها فريق الوداد هذا الأسبوع مع فريق تطوان اللي هو انتصر بجوج 2 صفر، 0 فتنظن 2 صفر فما كانش غيابات بالرغم من غيابات ديال التكناوتي اللي هو غياب اللي هو كان طويل، ولكن بالرغم من الغياب ديالو فالحارس مطيع، فهو كان في واحد الصورة اللي جيدة وعطى انطباع جيد المستوى ديالو. تنظن بان فريق الوداد الرياضي فهو مكتمل بالصفوف ديالو جميع اللاعبين بالرغم من بعض الاصابات الخفيفه، لا من زولا ولا سامبو، كل شيء لاحظ الانسجام ديالهم في المقابله ضد سان داونز، فجوج لاعبين فهم تيتمرنوا بشكل عادي وكذلك اجروا المقابلات الاخيره، فتنظن بان فريق الوداد البيضاوي جميع اللاعبين راهم في حاله جيده، وكذلك المدرب البلجيكي فهو عنده خيارات كثيره باش يمكن انه يقحم لاعبين في وسط الميدان ولا الدفاع وكذلك الهجوم، فكاين خيارات كثيره. حسين بن عياده جاهز للمشاركه في مباراه الحد؟ فما تنظنش فعياده تنظن انه غاب، ولكن ماشي شي لاعب اللي اساسي ولا عنده واحد الدور كبير في مجموعه ديال فريق الوداد، فتنظن بان الغياب ديالو ما غاديش يطرح واحد الاشكال كبير. انت تراهن على مين في مباراه الحد اللي جاي بالنسبه لفريق الوداد؟ مين اللعيبه اللي ممكن تشوف انها مفاتيح لعب سفين فاندن بروك في مواجهه الاهلي في القاهره؟ فتنظن بان القوه ديال فريق الوداد الرياضي فهي في القوه في المجموعه، فتشوف في المقابلات ما كانش لاعب اللي ممكن اننا نقولوا هو المفتاح، فجميع اللاعبين فهم تيسجلوا اهداف، فشلنا في المقابلات الاخيره لا المدافعين ولا وسط الميدان ولا المهاجمين فهم تيسجلوا في الاونه الاخيره، فشفنا المدافعين هما اللي تيسجلوا، فشفنا المقابله ديال سان داونز شفنا العملود، في المقابله ديال تطوان الاخيره فشفنا بن عط اللاعب فرحان وكذلك عطيه الله فهم سجلوا، فتنظن بان ما كاينش لاعب اللي تيخلق الفرق اكثر من ان المجموعه وهي اللي تدير الفرق بالنسبه لفريق الوداد الرياضي، زياده على ذلك التالق ديال الحارس المرمى، فتنظن بان مطيع في هذه المقابلات الاخيره تبين على واحد المستوى اللي كبير، فتنظن بان هذو هما المسائل اللي يمكن انه يديروا الفرق ويعطوا القوه لفريق الوداد الرياضي. تتوقع انه تشكيله الوداد تكون اقرب، تشكيله الوداد في مواجهه الاهلي في مباراه القاهره هنا تكون اقرب لتشكيلته في مواجهه اللي لعب بيها في مواجهه سان داونز في جنوب افريقيا؟ فبطبيعه الحال فكل شيء شاف بان لا وسط الميدان، المشكل اللي كاين في فريق الوداد وعدم الاستقرار هو في وسط الميدان، فمره كيلعب جبران، مره يلعب داودي، مره يلعب حسوني، حيمود، الجعدي، فما كاينش واحد الاستقرار بالنسبه للتريو اللي كاين في ميليو تيران في وسط الميدان، فهذا الشيء على حسب السيناريوهات ديال المقابله، فالمدرب كل مقابله فهو تيقحم اللاعب المناسب على حسب الظروف ديال المقابله وكذلك على حسب المتطلبات ديال المقابله، فتنظن بان ما غاديش يكون غادي في هذه المقابله، ما تنظنش بان حسوني غادي يقحموا في هذه المقابله، وتنظن بان الثلاثي غيقتصر تنظن بالنسبه لي ما بين الداودي وجبران وكذلك الجعدي وبنسبه اقل حيمي. مواجهة الأهلي والوداد ليست المواجهة المصرية المغربية الأولى في البطولة، الأهلي قابل الرجاء في دور الثمانية، عايز أعرف كنت بتشجع مين، الأهلي ولا الرجاء؟
بطبيعة الحال، فاحنا كمغاربة بالرغم من كاين واحد التعصب بين فريق الوداد وفريق الرجاء، فبطبيعة الحال احنا كمغاربة فلا بد اننا نشجعوا الفرق المغربية، وهذا ما تعنيش بان كذلك تنحبوا الفرق المصرية، اللي عندنا واحد العلاقة أخوية ما بين طبعا طبعا الفرق المصرية اكيد وكذلك الفرق المغربية، وكذلك العلاقة ما بين الإخوان المصريين. فالحمد لله احنا كعرب عندنا واحد الثقافة ديال الاحترام ديال ثقافة الآخرين وكذلك الشعوب، والحمد لله ما عندناش إشكال مع جميع الدول، يا رب دايما يا رب دايما. طيب خاصة الشعب المصري. طبعا، واحنا كل الاحترام والتقدير لاشقائنا في المغرب. الحقيقه يعني الشعب المغربي واحد من الشعوب القريبه جدا من قلوب كل المصريين. طب خليني اسالك على الاهلي شويه بقى، ازاي؟ ما اعرفش تابعت الاهلي والترجي ولا لا في الدور قبل النهائي. مكسب الاهلي في تونس بنتيجه 3، مكسبه في القاهره بنتيجه 1. اجمالا يعني الاهلي في الادوار الاقصائيه ازاي شفته يا كابتن يونس؟ وخليني اعرف برضو منك توقعاتك للمواجهه بتاعت القاهره، هل تتوقع انها تكون مواجهه حاسمه ولا هننتظر او هينتظر الفرقتين لمواجهه الدار البيضاء؟ فتنظن بان الفريق الاهلي فهو من بين الفرق الكبيره في مصر وكذلك في على المستوى الافريقي، فتنظن في الاونه الاخيره فكان الفريق كان في المستوى الكبير، فتنظن بان كيف قلت لك المقابله الفاصله غادي تكون ان شاء الله بمدينه الضربه، لان الفريق المصري فهو غادي يدير الحيطه والحذر، باش يمكن ان حيت كل شيء تعرف بان تسجيل الهدف في مصر فهو عنده واحد القيمه كبيره، فتنظن بانه ما غاديش يكشف على الاوراق ديالو كاملا، فتنظن بان النهائي الحقيقي فغيكون في مدينه الدار البيضاء، وتتمنى ان المقابله تكون في واحد الجو رياضي، ودائما فالمقابلات بين الاشقاء المصريين فهي تكون الحمد لله في واحد الجو اللي هو رياضي كيسود واحد الاحترام، وتتمنى نعطي واحد الصوره الايجابيه للكره العربيه وكذلك الكره المصريه والمغربيه على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد العالمي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن الكبير يونس منقري، نجم الوداد ونجم المنتخب المغربي السابق. نتمنى لقاء يليق باثنين من اقطاب الكره الافريقيه ان شاء الله، ويشرف الكره العربيه كلها. كل الشكر ليك، وتحياتي طبعا للاشقاء في المغرب والمنتخب المغربي. فيليسيتاسيون زي ما بيقولوا بالفرنسي على العروض القويه طبعا والنتيجه العظيمه اللي حققها في كاس العالم. ان شاء الله. ميرسي بوكو استاذ احمد، وكنتمنى ان نكون في المستوى، وكذلك نتلاقاو ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله باذن ان الله، شاء الله. ومرحبا بكم في مدينه الدار البيضاء. اهلا وسهلا بيك دايما كابتن يونس منقري، طبعا نجم الوداد والمغربي، تعليقا على رايه في مباراه الاهلي والوداد، قطبي الكره الافريقيه الحقيقه في السنوات الاخيره. دايما الحقيقه الاهلي طبعا حاضر في اخر 7 نسخ من نهائي دوري الابطال، حضر في 6 نهائيات، والوداد ايضا الحقيقه حضر في كتير من النسخ، اخرها طبعا تتويجه بالنسخه الاخيره من دوري الابطال، في انتظار لقاء جديد يوم الاحد اللي جاي. طيب ايه اخبار المحترفين المصريين في الخارج؟ فاصل ونعرف ايه الاخبار.